هذه الرسالة مرسلة من الشهيد جوان إبراهيم لي بتاريخ 18 يناير 2012. وقت ذاك كنت قد تركت إعلام حزب الاتحاد الديمقراطي. أنا قدمت استقالتي في شهر أكتوبر بعد اغتيال الشهيد مشعل التمو، وبدأت بانتقاد حزب العمال الكردستاني في صحيفة الحياة وفي المواقع الكردية. وحدثت جريمة مروعة في القامش لي تتعلق بعائلة عبد الله بدرو، حيث ذهب إلى هناك القيادي العسكري البارز خباط ديريك، وهو يعني قيادي عسكري متقدم في حزب العمال الكردستاني. ونتيجة مشادة وخلاف جرى اطلاق نار متبادل بين الطرفين حسب الرواية الرسمية لحزب العمال الكردستاني وما تداولته وسائل الإعلام وقت ذاك. وفقد خباط ديريك حياته في تلك الحادثة. طبعا التفاصيل فيما بعد تبينت من أين أتت الرصاصة لخباط ديريك، وأين فقد حياته، ولماذا كان رد حزب العمال الكردستاني شرسا وانتقاميا وثأريا ومفتعلا للطمس على جريمة اغتيال خباط ديريك. هذه التفاصيل عرفتها سابقا، لكن في تلك الفترة أنا أبديت تضامني الكامل مع عائلة عبد الله بدرو، ووقعت على بيان يندد بتلك الجريمة. الصديق السابق جوان إبراهيم، والصديق الأبدي يعني هو ليس الآن في عالمنا، كتب لي وقت ذاك يعني رسالة خاصة نتيجة العلاقة الخاصة بيني وبين التي جمعتنا. كتب لي رسالة عتب شديد، وفيها نوع من التلميح يعني النقد الشديد. سأقرأ لكم نص الرسالة وبماذا يعني كيف كان ردي على رسالته. الرسالة كما ذكرت في بتاريخ 18 يناير 2012 الساعة 7:05 مساء، إلى صديقي هوشنغ: أتمنى أن تكون بخير، أكتب لكم هذه الرسالة باسمي الشخصي، أمثل نفسي فقط. كنت آمل منك كل شيء إلا أن تقوم بالتوقيع على هكذا حملة. أنت حر في رأيك، قل لنا ما تشاء، ولكن لا يحق لك أن تحرف الحقائق خاصة في مسائل الشهداء. أنت تكرر إشاعات حيال حادثة استشهاد الرفيق خباط، وهي مطابقة لما يقوله إعلام فتح الله جولان كجرائد زمان وغيرها. تعرف جيدا أن الشهيد خباط ديريك قيادي في الحركة لن يشارك في عمليات ميدانية صغيرة في شوارع قامشلو، كان ذائبا للحوار. إن كنت تريد أن تكون معارضا أنت حر، ولكن أظهر حساسية لقداسة شهدائنا ولا تسيء إليهم. طبعا هذا رأيه، أنه على أن التوقيع على تلك العريضة أو على ذلك البيان يعتبر إساءة لقداسة الشهداء. طبعا فيما بعد تبين لجوان إبراهيم من قتل خباط، ويعني ومن قتل عيسى حسو. وفيما بعد يعني نتيجة انتقاداته لحزب العمال الكردستاني وأداء حزب العمال الكردستاني، قام الحزب بتصفيته أيضا، يعني أو أقصد جوان إبراهيم. أكمل الرسالة: إن كنت تريد أن تكون معارضا أنت حر، ولكن أظهر حساسية لقداسة شهدائنا ولا تسئ إليهم من فضلك، وليكن في علمك بأن جميع الذين وقعوا على ذلك البيان لا يشكلون بالنسبة لنا قطرة
قطرة واحدة من دماء الشهيد خباط، صديقك جوان إبراهيم. أنا بماذا رديت عليه؟ أنا رديت برسالة مطولة، وسأحاول أن يعني أيضا أن أخذ منها مقتطفات. عزيزي جوان، أتمنى لك الصحة والسلامة والنجاح في عملك ومهامك ومسؤولياتك. طبعا هو لم يكن قد استلم الأصايش وقت ذاك، معه مسؤولياته الإعلامية. أتفهم شعورك النبيل وأحاسيسك الوطنية وثقتك بصديقك هوشنغ، هوشنغ الذي لم يتم تخوينه قبل وبعد، هوشنغ الذي يتم تخوينه قبل وبعد التوقيع على ذلك البيان. يعني موضوع التخوين لا تتعلق بتوقيعي على البيان، تخويني من قبل حزب العمال الكردستاني. هوشنغ الذي قاتل بضراوة في الإعلام العربي والكردي والتركي وفي أصعب الأوقات وأحلكها دفاعا عن الحركة، الآن يتم التشهير به وتشويهه والإساءة لسمعته، ثم يعاتبونه لأنه وقع على البيان. لا أقصدك أنت كشخص، بل أقصد جماعتنا، وأقصد يعني هنا الحزب يعني. المهم، عتبك مقبول وعلى العين وعلى الرأس لأنني أعرفك. طبعا هذه الرسالة كتبتها يعني لأنني أعلم مدى خطورة الخروج عن القرار ومراسلة هوشنغ في تلك الفترة، في فترة يعني هوشنغ تم اعتباره منشقا وخائنا، وجوان إبراهيم يتجرأ على مراسلتي وإرسال رسالة عتب لي في تلك الفترة، وأنا بطبيعة الحال سأرد يعني عليه العتب بعتب والكلمة بأحسن منها. المهم، عتبك مقبول وعلى العين والرأس لأنني أعرفك وأعرف منبتك وأعرف أنك موهوب، وأعرف أن هنالك الكثير من الأمور لا يقبلها عقلك وضميرك، وأعرف أنك لست مع محاولات وبل قرارات تخوين هوشنغ والتشهير به والإساءة إلى سمعته لمجرد أنه انتقد الحركة، وها أنت الآن تكتب لي كي تبدي عتبك النبيل والنقي. هذا يعني أن محاولات تشويه هوشنغ لم تصل إلى قلبك الطيب. عزيزي جوان، لست من صاغ ذلك البيان، وكان لي دور في تخفيف من لهجته، وقبل أن أوقع على ذلك البيان كتبت مقالة هي بمثابة رسالة تعزية بخصوص استشهاد الرفيق خباط. هل قرأت تلك المقالة؟ لا أعتقد ذلك، لأنك لو قرأتها لما كان عتبك شديدا لهذه الدرجة وتتهمني بالإساءة للشهادة، ورغم اتهامك لي بأنني أحرف الحقائق وأسيء للشهداء إلا أنني أقبل العتب وأرفض الاتهام. عزيزي، هل قرأت البيانات التي أصدرها شبابنا، أقصد الحزب، تحت مسميات عدة تخون الناس بالجملة وتتحدث عن الأقلام المأجورة والأقلام التي باعت نفسها؟ وأنا هنا أسألك، لمن باع هوشنغ قلمه؟ عند من يعمل هوشنغ أجيرا؟ وكم قبض ثمن ذلك؟ لقد كتبت المقال الذي ذكرته ودعيت للتهدئة والتروي وعدم الانزلاق للانتقام والثأرية القبلية والريفية، دعوت للهدوء والتريث، ولم أقبل برواية شبابنا، أقصد الحزب، ولا برواية آل بدر. قلت لتهدأ النفوس ولنحكم العقل ولنحكم العقل، لكن بيانات التخوين والدعوة للثأر والانتقام تتالت دون هوادة. عزيزي، المعالجة الانتقامية لم تكن الحل، لقد أساءت لسمعة الحركة وزادت من الاحتقان، وكل الناس ترفض ذلك. وخلينا بعيدين من كلام البيانات وواقعيين، الانتقام لم ولن يعيد لنا خباتنا الغالي والعالي. على كل حال، سأرفق هذه الرسالة بالمقالة التي كتبتها قبل التوقيع على البيان. عزيزي، ربما لم تقرأ رسالة قيادة بيدا لي وكيف خونوني قبل أكثر من شهر. نعم، وصلتني رسالة تخوين من قيادة بيدا، ما زلت أحتفظ بها. لم أعد أحتمل هذه البروباغاندا الهابطة والمبتذلة للحركة والسلوك. السلوك تعني القائد يعني باللغة الكردية،
البروباغندا الهابطة والمبتذلة للحركة والسروق في إعلامنا. طبعا هذا الكلام في 2012، قبل 10 سنوات أو أكثر من 10 سنوات في إعلامنا. لذا استقلت من روج تي في احتجاجا على التزمت والانغلاق والجهل. إنهم يسيئون للحركة وللسروك بذلك الأسلوب. لا أخفيك، لا يعجبني أداء بيدا في سوريا، ولا تعجبني الكثير من السياسات والمواقف. هذا الكلام في 2012، طبعا الرسالة في 2012، لكن المواقف في نهاية 2011. ولا يعجبني العودة إلى منطق وذهنية مطلع التسعينات، لكن أيا كانت مواقفي وانتقاداتي، الشهداء خط أحمر دائما. أنا لا أتحدث عن الشهداء، لا أسيء إلى الشهداء، هم أيضا ضحايا لهذه البروباغندا يعني التي مارسها ويمارسها حزب العمال الكردستاني حتى الآن. الشهداء خط أحمر، ولأنني أقدس الشهداء لقد كتبت المقالة تحت عنوان نداء استغاثة للشهداء في شخص عمي الشهيد ولاد أوسي ديار. هذه المقالة لم أنشرها بعد، كتبتها لأنني أشعر أن أداء الحركة في سوريا بدأ ينزلق ويتدهور بحيث يسيء إلى جهد الشهداء ودماءهم. هذا الكلام كتبته لجوان إبراهيم في 2012، وأكيد ستختلف معي في هذا الرأي والموقف، ولكن لست من يعادي أو يسيء للشهداء. عزيزي، ربما لا تعرف أن رفاقنا هم من تركوا عبد الله بدرو، وليس هو من تركنا. في مطلع التسعينات تركوه بتهمة أنه من أنصار محمد شنر، لكن هنالك الكثير من الأبرياء راحوا في هذه التهمة. وهذا لا يعني أنني أبرئ بدرو، كما لا يمكنني أن أتهمه. أنا لست قاضي تحقيق ولا مدعي عام ألقي الاتهامات على هذا وأبرئ ذا. أكرر، هذه الرسالة مرسلة في 2012. عزيزي، أنت تعرف ومطلع كثيرا على تاريخ الحركة، وأنه قامت الحركة بأمور كثيرة ثبت وبالدليل القاطع أنها كانت سياسات وممارسات خاطئة ومسيئة للشعب والقضية والحركة. السروك في مرافعاته الأخيرة يشير إلى أنه ربما يكون بيلوت وكسيري الدرم عملاء للدولة. شوف، بعد 30 سنة وبعد أن اعتدنا من أقوال الساروك إن بيلوت وكسيري الدرم عملاء، الآن يحاول الساروك الطعن في هذه الفكرة ويدعونا للتدقيق في الأمور وإعادة النظر فيه. إنه شعور في غاية النبل والحرص الوجداني وإبقاء المجال مفتوحا أمام المراجعة والتحري، حتى ولو كانت هنالك أحكام بحق أناس صدرت منذ 30 سنة. طبعا هذا الكلام قلته في أكثر من مقال، ونص الرسالة في 18 يناير 2012. وبالتالي هنالك من يطلق الاتهامات جزافا ويقوم بتخوين هذا وذاك. فكم من الوطنيين تم تخوينهم، وكم من الرفاق تم تصفيتهم بتهمة الخيانة والعمالة. جرائم كثيرة ارتكبت بحق الرفاق والثوار والوطنيين باسم حماية الثورة والقائد والقيم والشعب والقضية، وأنت مطلع على الكثير من الأمور. أنا تعرضت للتشويه والتشهير سنة 2005 في عز دين دفاعي عن الحركة ضد بعض الكتاب، والرفاق تخلوا عني وأنا في عز مهنتي، والأمن يداهم منزلي في سوريا مطلع 2009. ويمكن أن تسأل دكتور حسين كوشر وأبو ولاد، أقصد صالح مسلم، فهم يعرفون كيف تخلى الرفاق عني وأنا في أزمة لأنني انتقدتهم. نعم، رفاقي في حزب العمال الكردستاني تركوني في محنتي وقت ذاك في سوريا، وعندما كنت متواريا على الأنظار في بيت الإنسان الوطني أبو إيفان، ويعني أهل المنطقة يعرفونه. لقد تركوني في تركيا أيضا،
أواجه الحكومة التركية لوحدي، لقد كنت في خطر كبير ولم يفعلوا لي شيئا. رغم ذلك دافعت عنهم في الصحافة التركية، ومدح الساروكو مقالة لي نشرتها صحيفة راديكال التركية، وهذا موثق أوجلان، إحدى مقالاتي المنشورة في صحيفة راديكال التركية في 2009. مدح عبد الله أوجلان تلك المقالة، و يعني صدرت الترجمة باللغة، تصريحات أوجلان تمت ترجمتها باللغة العربية إذن. وأعتقد أنك ربما قرأت مدح الساروكي لي، وعنا في أوروبا حاولت قصارى جهدي أن أطور القسم العربي عندما بدأت العمل في روش تي في، أن أطور القسم العربي في روش تي في طبعا دون جدوى، وكنت دوما أصطدم بالتزمت والانغلاق وتمسيح الجوخ والسخافة. طبعا هذا ما كان يجري في روش تي في. والآن حزب العمال الكردستاني يقول أنه نتيجة مواقف مع بعض الأشخاص. مين هؤلاء الأشخاص؟ يقصدون بنيات ونواف. يعني طبعا الموضوع كان يتجاوزهم، لأنه البنيات ونواف كانوا يتصرفون يعني بأوامر الحزب وتحت إملاءات الحزب، ومش قضية اجتهادات شخصية. لم أشأ لنفسي التورط في البروباغندا المبتذلة التي تسيء للحركة وللساروكي، لذا قدمت استقالتي. واضح، قدمت استقالتي. الآن حزب العمال الكردستاني يروج أنه هو من طردني من روش تي في، طبعا هذا كذب، وفي هذه الرسالة أوضح لجوان إبراهيم حقيقة الأمر. لذا قدمت استقالتي، ويمكنني أن أرسل لك نص الرسالة التي أرسلتها لمدير التلفزيون هافال فردال، لكن لا أريد إشغالك، كما يمكنني إرسال الرسالة التي أرسلتها لقيادة بيدا وردهم التخويني علي. على أي حال يعني الرسالة طويلة. أنت لا تعرف أنني كنت أكتب بيانات بيدا وكجك روجافا ولجنة ماد، وحتى بيانات اتحاد ستار أثناء وجودي في سوريا، وهنا كنت أكتب تصريحات وبيانات بيدا، حتى أنني كنت أكتب التقارير التنظيمية لبعض الرفاق. لقد كنت مع الحركة لأبعد ما يمكنك أن تتصور، ليس لي شيء سوى أنني كنت أدافع عن قناعاتي. والآن هوشنغ خائن ومعادي للحركة في نظرهم، وأنت أيضا تقول أنني أسيء للشهداء. عزيزي، أنا أثق بك كشاب مثقف وواعي ومتزن ومرن ومبدئي، أرجو منك ألا تأخذ الشائعات التي يثيرها بعض الرفاق عني، وإذا لم تكن قادرا على منعها مهم بالنسبة لي ألا تصدقها، لأنها كذب وافتراء. عزيزي، يعني الرسالة طويلة، الرسالة طويلة جدا، وتتحدث عن حادثة يعني استهداف أو عائلة عبد الله بدرو، وكيف تم التعامل معها بطريقة مشينة ومخزية ومؤسفة وانتقامية وبشعة يعني. وأحاول أن أناقش جوان في هذا الخصوص. عزيزي، أشكرك على صراحتك، ولكن تشبيهك لي بأنني أردد كلام إعلام فتح الله جولان كلام غير مقبول، وهنا دعني أنا أن أعاتبك، فأنا أكثر من انتقد حركة فتح الله جولان، وبل أقنعت صحفيين عرب لأتجاوز هذه الفقرة أيضا. عزيزي، دم خباط غالي علينا، غالي كتير، وليس هذا البيان الذي وقعت عليه، بل كل بيانات العالم وكل شقق وفيلات العالم وكل الأنظمة والدول لا تعادل قطرة من دم خبات ومن دم كل شهيد من شهدائنا. يعني دماء البشر أغلى من كل هذه السخافات، من البيانات، من السياسات اللي يعني أنا أتحدث الآن عن خبات الذي قام حزب العمال الكردستاني بتصفيته، وأتناول رواية أو أتناول رسالة أرسلتها إلى جوان إبراهيم الذي قام حزب العمال الكردستان
الكردستاني أيضا بتصفيته مع الأسف الشديد. أشكرك على التواصل رغم أنني أعرف أن التواصل مع أوشنغوسي من قبل عناصر الحركة صار من المحرمات. تقبل مودتي واحترامي الشديد أوشنغوسي. هذه يعني كانت الرسالة، رسالة الرد على جوان إبراهيم، وجانب من المراسلات التي دارت بيننا حين كان جوان إبراهيم موجودا في روجافا وقبل أن يستلم مهامه قائدا للأمن أو للأسايش بأمر من حزب العمال الكردستاني، وجرى يعني اقتياده أو استدعاه لجبال قنديل وتصفيته هناك. أعتقد يعني يا أما في سنة 2018 أو 2019 مع شديد الأسف.